اهلا وسهلا بنات خالتي ولاد خالتي، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الله يحفظكم اولاد خالتي والله يكرمكم، واللي دخلوا قبيله عندي حضروا المباشر الله يحفظكم كاملين، وكنتمناكم تسمحوا لي وتعذروني. وصلت عندي الام وشحال ما بقيت شتها وراكم عارفين، وسمحوا لي ومره اخرى ان شاء الله نعوضها لكم كيف ما وعدتكم. علاج الصدر المحلول، كاين بعض الناس اللي ساهله اليوم الحساسيه، دغيا تيعطسوا دغيا تيمرضوا، عندهم الكحه او السعال ناشف. ملي كتمشي عند الطبيب تيقول لك الكحه عندك ناشفه، يعني الصدر خاوي، التهاب الرئه كتمرض، الله يحضر السلامه. هادشي كلشي كيديروا هواء الصدر او الصدر المحلول. اليوم ان شاء الله غنوريكم كيفاش كنعالجوا بحول الله وقدرته ان شاء الله، وربي يعاوننا ويقدرنا على فعل الخير يا كريم يا كريم. المهم انا غنوريكم الخلطه اللي غنستعملوها، ونوريكم الطريقه كيفاش غنجبروا او نجمعوا الصدر المحلول كيف درت لكم مع الراس ان شاء الله. خليكم معايا ما تمشوا فين. بسم الله على بركه الله. اولا كنحتاجوا واحد القماش يكون باقي جديد ما مستعملش، راكم عارفين بنات خالتي، بنات خالتي التلوث. هانتوما هاد الثوب راه رخيص الثمن، كيدير 6 دراهم ولا 10 دراهم للمترو، نتوما غتاخدوها 50 سنتيم، راه قاداكم قل من 10 دراهم ان شاء الله. وقطعناه هكا مربع على حساب الصدر. بغيتو تاخدو هاد الثوب خذوه، بغيتو تاخدو ديال الشعر زيف حياتي، المهم الثوب يكون نظيف ونقي اول مره تستعملوه ان شاء الله. عندنا المكونات، انا كنت كنتمنى نلقى لكم البيض البلدي ولكن ما لقيتوش، مهم نتوكل على ربي الكريم. عندنا بيضه، وعندنا الحلبه مطحونه، وعندنا الماء مغلى فاتر يعني دافئ، وعندنا زنجبيل او سكنجبير بودره. نبداو على بركه الله ان شاء الله. نبداو دابا معكم، ناخذ دابا اصفر، ناخذ الاصفر بلدي البيض اصفر. عندنا سكنجبير، ها المهم هذا غير كثروا منه، ما عندكوش مناش تخافوا. واللي ما بغاش الحلبه عندها دور كثير، اللي ما بغاش يستعملها ممكن يستغناو عليها، يكفي بالزنجبيل والاصفر البيض، حيت ربما كاين اللي ما تيبغيش الرائحه وهي مجهده، ولكن راه دواها ما كاينش دواها بحال ريحتها الصراحه. دابا الريحه ديالها مجهده ومقرفه، ولكن العلاج ديالها فعال وزويون زعما كاين الصراحه. حاولوا حاولوا الله يجازيكم بالخير والاحسان، غير المهم توكلوا على ربي الكريم. عندنا الحلبه، نتوما طحنوها، راه قلت لكم الحلبه كي خلاتها واحد الاخت كتبت لي في التعليق، لو تعرفوا الفوائد ديالها تكيلوها ذهبا، ذهب ذهب ماشي الفضه. عندنا الماء ضروري خصو يكون سخون، ناخذوا واحد بسم الله، كناخذوا الاصفر فقط. الوليدات اللي عاد زادوا الرضع اللي كيكون عندهم الحساسيه ومشكل دائما غادي نبي الطبيب دائما، هذه استعملوها من اللي الله تزادوا حتى لكبار السن، حيت ما غاديش تكال. ناخذوا بالسلامه اصفر، نخلطوا الخليط، كان الانسان بالغ وكبير بعقله غتحتاجوا جوج اصفر ثلاثه على حساب الخليط، كان بيبي صغير والانسان اقل من 10 سنوات راه بيضه كافيه. المهم نتوما الخليط عينكم ميزانكم. ناخذوا، المهم حنا غنخلطوا بشوي بشوي، ناخذوا ملعقه او نصف ملعقه كبيره حلبه، وناخذوا الزنجبيل هانتوما، زنجبيل سخون يقدروا يديروا حتى الناس اللي عندهم المفاصل محلوله، المفاصل محلوله حتى هما يديروها الركابي، تقدر ديرها لظهرك، هذه كتسمى جبيره، كانوا شحال زمان هذا ما كانش. هانتوما غنحصلوا على واحد القوام اللي ثقيل ما خاترش هانتوما، وحتى الا جاتكم حسيتوا باقي خاصكم هانتوما، حتى الا جاكم الخليط انا حطيت الماء سخون على حساب لربما نحتاجه، فهمتوني؟ غنزيد واحد شويه، علاش الماء؟ الماء غيخليها ما تيبس ليناش ان شاء الله، غير شويه. وانتم اللي بغيتو ديروا البيض بوحديتو ممكن ديروه بلا ماء، ها انتم على حصلت هذا باش ان شاء الله الماء يخلي الحلبه تطلق،
هي والزنجبيل وغنبقاو نضربو مزيان حتى نحصلو على واحد القوام. ما بغيتوش تستعملوا الماء ما تستعملوش، كتافو بالبيض. علاش انا بنات خاي درت الماء غنتوما تعرفوا علاش، باش منين بغي نحط الخلطه على الصدر ان شاء الله نعرف كيفاش نخدم. ها نتوما هذه اطفال رضع اللي الله بالسلامه كملوا 40 يوم ولا شهرين وجاتهم المنزله واعره، زادوا في هذه الوقيته ديال البرد كيبقى الوليد عطس وكيعمر لي الصدير ديالو النيوف ديالو. ممكن تستعملوها لي نفس الطريقه، غير نتوما حاولوا على البرد السلامه يا رسول. كل ما بعدتوا عليها تجنبتوا البرد راه ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صافي سارينا احنا دابا غندوزو ان شاء الله غنحطوه بحول الله، غندهنوا الصدر مزيان بزيت الزيتون ونكونوا حاطين حدانا واحد المصلوح دافئ ولا شي فرن دافئ ولا المهم بعدو على الفحم. انا غنحط حدايا غير المصلوح دافئ ان شاء الله. ها نتوما دابا مني صافي خلطت وساليت الماء زدتو الماء باش يخلي لي الخليط شويه يعاونني في الخدمه. كان كيما قلت لكم غنحطو حدانا مصلوح ونحاولوا نديرو يدينا بحال هكا وندهنوا الوليد ولا الانسان اللي غنستعملوا ليه الخلطه ندهنوا ليه الصدير بالسخون بحال هكا ونكمدوا ليه بسم الله بسم الله. من بعد حيت الخلطه ما خصهاش تحط مباشره فوق التو فوق اللحم، من بعد غتعود تقرصك في اللحم وما غتصبرش ليه. غنحطوا الطريقه هكا فوق الصدير ونحطوا الخليط. المهم انا غنخدم وغنوريكم التطبيق ان شاء الله ما تمشوا فين باش تستافدوا. بنات خالتي ولاد خالتي خليكم على الفيديو. ها نتوما بنات خالتي ولاد خالتي مع دابا البرد وكم عارفين الوليد ما بغيتش نعذبو معايا في التصوير، دهنت زيت الزيتون لتحت الصدر هاني حطيت مباشره حطيت الثوب النقي. دابا ان شاء الله بسم الله غنحطوا الخليط ان شاء الله. ها نتوما بنات خالتي غنحطوا الخليط ان شاء الله بسم الله ودائما بسم الله نوزعوه مزيان على الجسم. سمحوا لي راه مع التصوير ما عنديش لي شد ديال الكاميرا، غير قبلوا على اختكم ربي ان شاء الله درتوها وتفكروني ان شاء الله. هاد الوصفه راه قديمه. ها نتوما غنديروا غير منطقه الصدر. ها نتوما هذا كتسمى جبيره الصدر. الوليد درت ليه هر كيضحك عليا. ها نتوما اللي ما بغاش الحلبه وخاف من الرائحه وكاين اللي لحمو عزيز عليه ولكن الصحراء ما كتعوضش، نديرو غير سكينجبير وباصفر بيضه البيض على حساب الخليط. ها نتوما ها نتوما المهم ان شاء الله هاني ساليت. ها نتوما ساليت دابا شنو غندير ان شاء الله؟ غنحزم الوليد صدرو كيف ما قلت لكم. خليكم معايا باش نشوف شنو غيشد ديال الكاميرا باش نوريكم الطريق. ها نتوما الحمد لله لقيت البنيه اللي غتشد معايا. ناخذوا شريط بحال هذا يكون طويل حتى هو يكون جديد توب ما عمركم استعملتوه، الصحه راه ما كتعوضش. ها نتوما ونحط بحال هكا هز ظهرك ونحاول نعقد الوليد اللي كان بعقلو راه غتوقفوه وتعقدوا ليه ونعاود ثاني شي زيف خور ثاني مزيان ونتسنى بحال هكا. غتعود بحال الجبس غتعود بحال القبس اللي كنجبروا به الصدر. ها نتوما الانسان دابا البيبي الصغار خلوهم حتى 3 ايام هذا غادي يحميه ما غاديش يخلي هذيك المفعول هذيك الخلطه اللي عملنا ما غاديش تاديه، يعني ما تخافوش منه. والكبير نظرا للعمل والخروج وكا ما عارفين يقضي الغراض ديالو الدراسه، ديروها لي بالليل وفي الصباح حيدوها لي ان شاء الله بحول الله. ها نتوما صافي ملي غنصاوب الوليد غندير ليه بحال هكا ويبقى بحال هكا مستلقي. علاش؟ بين ما نشفت الخلطه، سمعتوني، بين ما نشفات الخلطه ان شاء الله بحال هكا. ولا ما كنتو خفتوا على الاطفال وخفتوا على صحتكم، السوشوار السوشوار نحاول ندفي. علاش؟ باش علاش انا قلت لكم بغيت الماء، الماء هكا غادي يمصو الثوب غادي يبقى الا حطينا الخلطه بدون ماء ما غاديش تشد كيف ما قلت لكم. دابا الماء غيتوزع ان شاء الله وغيحاول يعود بحال البلاستيك يعود بحال المقوى والورق غادي يشد، يعني راكم عرفتوني كيفاش وصلت لكم، غيعود الثوب واقف قاصح وغادي ان شاء الله. حاولوا نتوما تطلعوها هكا هنا حتى السدير، والنساء راه يعملوها غير هكا كاريه غير السدير الفوق هنايا تقدروا تطلعوها حتى لهنا. والثوب تحاولوا تلفوا ليه ان شاء الله واحد الثوب وتحزموا عينكم ميزانكم. البيبي الصغير حزموا غير شويه وقمطوه وخليها بتخالتي واحد 3 ايام ان شاء الله وتفكريني الا باقا مشيتي للطبيب. وصفه ما غتلقيها حتى عند شي حد في القناه هنا. ها نتوما
حتى انا عاود بلا ما قلت انا تنسول الناس اللي كبار في السن واللي مدين وجايبين في الايام تيعطوني الوصفات اللي فنة عندها تبارك الله المفعول ديالها، والله يجعل ربي هو يشافيكم. هانتوما غيتوزع داك الماء كامل، هانتوما راه ولا بحال القبصه. هانتوما شتو صافي، مني تحسوا بها نشفات هبطوا الملابس ديال الوليد ديالكم، وفي رحمه الله كان الكبير بالغ بحول الله ديروا له عصير الليمون مع شويه زنجبيل دفيه فوق البوطه سيرو باش ان شاء الله الصدر رطاب ويتجمع لي الصدير بحول الله وما يكون غير الخير. هادشي اللي كاين بنات خالتي، كنتمنىكم ان شاء الله تقدروا الظروف ديالي، تندعوا معايا الله يعطيني الصحيحه. راكم عارفين الوليدات والدراسه، وكنتسنى حتى باش يعاونوني باش ندير لكم التصوير، وسمحوا لي الا غلطت في شي حد ولا المهم راكم عارفين سمحوا لي بزاف. والله يحفظكم وينوركم، وتحيه للجزائر، تحيه للمغاربه، تحيه للدول كامله العربيه، لنعود ما ننسى شي حد يتقلق عليا. تحيه لتونس، الامارات، الجزائر، تحيه لابو ظبي، السواعده، المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، كلكم عزاز، حتى الاجانب راكم غاليين، كلكم ان شاء الله. من بعد مني تدوز المده اللي بحال دابا الوليد الكبير بعقله، في الصباح حيدوها لي ودهنوا تاني بزيت الزيتون مع قليل من الزنجبيل دافئ، وحاولوا ديروا لي شي باندا ولا ديروا لي شي تريكو مزيان يكون هكا سليب لتحت صافي، وغطيوه. والبيبي ما تخافوش عليه، ما تدوشوش كاع عليه، غير حيدوها لي من بعد 3 ايام، وراه السدير تبقى ديروها ليه كل مره في الشهر، حتى ان شاء الله يفوت ديك 6 شهور، تفوت هاد الازمه ديال البرد وراه يعود بخير وعلى خير. سمحوا لي طولت عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، الى اللقاء.